الكيس اللي احنا واقفين عندها في ميل بيشنت 24 سنة كومبليننج اوف هيديك، و قبل ما يجي لها الهيديك ده يعني بيجي لها فيجوال سيمتومز ومعاها كمان سلايت نوزيا. لما الهيديك بقى كان بيحصل بعد كده بيبقى الهيديك ده طبيعة سروبنج بالسيتنج ويونيلاترال. أثناء الهيديك بيجي لها لايت سنسيتيفيتي أو فوتوفوبيا يعني. بعد كده لو يعني دخلت في سليب أو قدرت تنام بيحسن السيمتوم ده كده كلاسيكلي يعني. ميجرين ميجرين هيديك حتى هو الميجرين فيه كومون وفي ايه تاني انواعه اللي هو ميجرين وزقورة وزوتورة. ايوه الكلاسيك ميجرين هو اللي مع الاورا صح؟ القورة دي اللي فيها القورة اللي هي الفوتوفوبيا دي بتبقى القورة بتاعتها والنوزيا سنسيشن بتبقى القورة لا ومش بس فوتوفوبيا، الاورا دي بتبقى فيجوال هي سيمبل أعراض جهاز الانتراكية بتنشأ يعني بيجي لها فوتوفوبيا و بالظبط. هي نوزيا و دي اللي كنا بنتكلم عليها، ان ممكن الاعراض بتاع الميجرين دي تتشابه مع حاجات اورجانيك يعني، يكون بيشنت عندها فعلا مثلا سبيس اوكيباينج ليجن، مثلا عندها مننجيتس. هو يعني هو هنا في الحاله جايبها تيبيكال فسهل تشخيصها، انما ممكن يجيب لي في سؤال جزئيه مثلا عندها لايت سنسيتيفيتي وخلاص، عشان احط ديفرنشال دايجنوزس كبير واقعد ادور ورايا. انما ان السيمتوم تتحسن مع السليبنج دي تيبيكال يعني للميجرين، انه يبقى سروبنج وبالسيتنج. يونيلاترال على فكره مش دايما يعني، هو مش شائع انه بيبقى يونيلاترال، بس في ناس كتير بيجي لهم بايلاترال عادي وميجرين برضو. طبعا هي كمان الحاجه المميزه ان هو السيمتوم ديسربتنج اير ديلي لايف، مقصود بيه ان هو السيفيريتي بتاعته عاليه يعني، يعني البين بتاعه مش بسيط زي الصداع العادي اللي احنا متعودين عليه مثلا التنشن هيديك. فده برضو بيخليني احط ديفرنشال دايجنوز كبير يعني. فانا لما شخصتها كده قررت ان انا ادي لها بروفيلاكتيك ثيرابي. فهو بيسال بقى السؤال، اي من الايجنت اللي جايه دي ليها ايفيدنس ان انا استخدمها في البروفيلاكسيس؟ بروبرانولول، ميتابلوكار، متربتلاين، فلوكزيتين، او اس اس ار اي، جابابنتين، كلونازيبام، ايه دول؟ كان استخدم تقريبا البيتا بلوكر والنان سترويدر في البروفات. في البريفنشن. لا، النان سترويدر اللي بتستخدم وقت الاتاك وملهاش افكت، الامتريبتالين بيستخدم قبل في بدايه ظهور الاوره، اول ما بيحسوا بالاوره بيستخدموه لمده 5 ايام متتاليه بيمنع حدوث الاتاك اللي هو الامتريبتالين ده افضل الحاجات اللي موجوده دلوقتي. هو تريبتزول او تمام. طب والاس اس ار اي ليها رول؟ فلوكسيتين لا لا هي بالظبط، هي مشكلة ال ولا الكولون الزبان ولا الجبابنت. بالظبط الجابابنتين بيقولوا ان هو ممكن تستخدمه بس ما عليهوش ايفيدنس. الحاجات يعني انا التريتمنت بتاع الميجرين زي ما حضرتك قلت كده هو بينقسم لنوعين، حاجات اثناء نوبه الصداع نفسها اللي هو ابورتيف تريتمنت عشان اوقفه ممكن فعلا استخدم نون ستيرويدال والافكاسي بتاعها بيبقى ضعيف، او بروفيلاكتيك بقى. البروفيلاكتيك دي حاجات كتير، منها فعلا البيتا بلوكرز زي البروبرانولول، ممكن الترايسايكليك انتبريسن زي الامتريبتولاين، وممكن الديباكين احيانا اللي هو الفالبرويت والتوبيراميت. كل دول ليهم رول في البروفيلاكسس. بس اذا جينا نرتبهم يعني، هو برضه حسب ما هو بيقول يعني، ان البيتا بلوكرز مقدمه على الترايسايكليك انتيدبريسنت. بجربها هي اول حاجه فيرست لاين، ما جابتش نتيجه بنشوف غيرها يعني. عشان كده هو الافضل لو انا هختار يعني هختار البروبرانولول. ده هيكمل في السؤال اللي بعده أظن كده. هنشوف كده. One of your patients has been on beta blocker. هو ده، إن أنا فعلا استخدمت مع patient beta blocker
عشان اعمل له بروفلكسس بس السيمتوم ما اتحسنتش، وعايزه تعرف هل في اذر موداليتي يعني ان انا اقدر استخدمها. فبيسال بقى انا خلاص هستخدم انتي ديبريسنت في اي منهم هو اللي ليه ايفيدنس بيس؟ هو ده تقريبا شبه السؤال اللي فات يعني، نختار ايه في دول بقى وأسألك لك بقى، بالظبط يعني، هي دي اللي عليها الايفيدنس في الاستخدام. الحاجات التانية المو انهبيتور، السيلكتيف نور ابينفرين، وحتى السيلكتيف سيروتونين، كل دول ما لهمش ايفيدنس. بيتجربوا بس مش ما عليهمش ايفيدنس. طبعا اقلهم استخدام المو يعني، لانه ليه سايد افكت بروفايل كبير يعني. السؤال اللي بعده، you are caring of a patient who is complaining of headache, which of the following if present represent a red flag and necessitate a workup. برضه ده related لموضوع المجرين يعني، ان الحاجة اللي جاية دول في حاجة هتبقى red flag، ان انا مش هعتبره headache عادي ولازم ادور. هل الهيدك اللي بيحصل بعد سن الخمسين، ولا الهيدك اللي بيجي دايما في consistent location يعني ما بيتغيرش، ولا الهيديك اللي بيجي فريكوينت وسيفير، ولا الهيديك اللي بيحصل معاه فيجوال ديستربنس، ولا اللي معاه نوزيا سيفير نوزيا؟ انهو في دول بعتبره ريد فلاج وبشوف تشخيص اخر يعني. الفريكوينت السيفير هيدك؟ متفقين على الاجابه دي ولا في؟ والاولد ايج برضه اللي اكتر من 50، بس دي مش ريد فلاج يعني، اصلا كل حد بعد الـ50 هيجيله صداع يبقى ده ريد فلاج. نجرب كده طريقة الاستبعاد بتاع حضرتك نشوفها جايز تطلع معانا يعني. هو أصلا إيه أسباب الهيدك أو أنواعه يعني؟ اول حاجه اللي هو الميجرين والكلاستر والتنشن والانتراكرينيال هيموريدج ريليتد هيدك، وفي حاجه كمان هم كانوا 5 انواع. ساينوسايتس وحاجات دي سمو ساينا. تمام، ناخد أول حاجة المجرين. المجرين لو جه في بيشنت يعني بيبقى فريكوينت وسيفير؟ لا مش بيحصل فريكوينت، هو سيفير بس مش فريكوينت، ازاي؟ ده هو اصلا حاجة مشكلته ان هو فريكوينت اساسا، ان هو كرونيك هو يعني. بيحصل مرة. لا هو بيقول ان الاتاك ممكن تيجي مرة كل شهر يعني، مش بالفريكوانسي زي ده. هو مشكلته انه بيبقى بيعيق الشغل بس، ايوه فده اللي فيري بيديله. سيفير صحيح فعلا. طبعا هو بيجي معاه فيجوال ديستربنس وبيجي معاه سيفير نوزيا، فممكن يعني ان هو يبقى ميجرين ومش ما اعتبروش ريد فلاج يعني. طب بيجي دايما في نفس المكان؟ بلاش الميجرين، انواع الاخرى اللي هي الكلاستر مثلا. ما هو الكلاستر بياخد نفس الديستريبيوشن، وبيتهيألي برضو الميجرين حتى البيشنت دايما بيجي يقول انا الصداع في نص راسي وفي عيني، كل مره بيقول نفس الكلمه يعني، بالظبط، ما كانش ثابت بالنسبه له. هو هنا عايز يقول بقى ايه الحاجة اللي لو انا لقيتها يعني هي مش ما تمشيش بقى مع دول يعني، ابدأ ادور اكتر. هي الحاجات اللي بيتخاف منها في الصداع ده انه يبقى انتركرينيال هيموريدج او ان يبقى معاه تيومر، اعتقد دي الحاجات. او اي دور بقى سبيسيفيك الحاجات بانجليجن، اللي بيعملها، الحاجات ايه دي بقى بتعمل ريسك. اللي يشككني بقى يعني؟ اذا لقيت ايه في البيشنت اقوم قايل لا ده انا لازم اعمل له انفستيجيشن. بيقولوا المريض اللي بيجي بالانتركرينيال هيموريدج هيدك كان بيقول كده نصا، الصداع ده اوحش صداع جالي في حياتي، انا عمري ما جالي صداع بالوجع ده يعني. هو بيجي يشتكي ان ده يعني اكتر حاجه وجعته في حياته، فبيقولوا لازم وقتها تعمله سي تي. ممتاز، وبتبقى لأول بيبقى مرة معاه كمان. بلديمة وأعراض فيجوال سرير أو فيجوال. بس ايه كمان؟ لو هو تيومر في الأولد إيج بيبقى معاه الريد فلاجز بقى بتاعت التيومر، إن هو كشكتك بيشنت ممكن يكون كشكتك، أو اللي هو الويت لوس رابيد ويت لوس ما وصلش للكشكسي حتى. بس خد بالك حضرتك، البرين تيومرز اعراضها بتظهر قبل ما يوصل لمرحله الكاشكسيا يعني، بتظهر بدري شويه لان السبيس ضيق، فبيبدا يعمل سيمتومز بدري قوي قبل الكاشكسيا يعني، غير مثلا الليفر تيومر. صح ف
هو المفروض في دول اكتر حاجه يعني، انا اذا كنت هختار ممكن فعلا لو فيري سيفير هيدك ممكن اعتبره وريد فلاج، بس انا داخل معايا المجرين. الحاجه اللي انا لا يعني لو لقيتها حتى لو بيشنت الهيدك مش سيفير بس الاول مره يجي له بعد سن ال 50، ده ريد فلاج، ده معناه ان انا ممكن لا اقلق اشوف البيشنت ده عنده اذر كوز يعني. الحاجات التانية ممكن يعني بيشنت عنده فيجوال ديستربنس وهيدك ممكن فعلا يكون عنده سبب اخر، بس انا عندي الميجرين بيعمل كده فمش ريد فلاج الا اذا ظهر معايا شيء اخر. انما بيشنت سنه كبير وطبعا وعلى الاذر هاند في طفل، لو لقيت برضه هيدك لاول مره بيجي لطفل ده بيعامل بمنتهى الاحترام يعني، لان في السن ده التيومرز والمالفورميشنز والحاجات دي بتبقى كبيرة، فلما الطفل يشتكي من هيدك ما بسيبوش كده واعتبره صداع عادي زي الكبار. ولو ان برضه معلومة هنبقى عارفينها يعني ان الميجرين احيانا بيبدأ من سن الطفولة، فممكن طفل يتشخص ميجرين عادي وسن صغير خالص يعني. احيانا بيحصل في النيونيتس، بس طبعا عشان اشخصه دي قصة كبيرة يعني، لان بستبعد كل حاجة عشان اقول ان ده ميجرين يعني. فهو هنا اكتر حاجة هي السن الكبير يعني فوق ال 50 دي. تمام كده مقتنعين بيها؟ تمام يا دكتور. بيقول بيشنت ميل بيشنت 27 سنة ميجرين سفرة، الأتاكس بتحصل كل شهر زي ما حضرتك قلت من شوية، وعايز يشوف الابورتيف سيرم بقى مش البروفيلاكتيك. which of the following option is best initially prescribed؟ اسيتامينوفين، NSAIDs، تريبتان، ارجوتامين، ناركوتيك، حاجه توقف النوبه يعني، ايه الاكثر فعلا؟ التربتان. متفقين على دي؟ ايوه التربتان. هو يعني الارجوتامين. الارجوتامين الأرجيتامين بتستخدم بس مش أبورتيف، هي بتستخدم وقت الأتاك، وحتى بيقولوا إن الدور بتاعها ضعيف يعني، مش من العلاجات القوية يعني. يعني خلاف بين التريبتان والارجوتامين، بس احنا يعني التريبتان افضل. أيوة الاتنين بيستخدموا، لكن التريبتان أفضل في الإفكسي. هو التريبتان اصلا حاجه سبيسيفيك للمجرين يعني، يعني هو معمول عشان موضوع السيروتونين، فهو اذا كنت عايز استخدم حاجه ابورتيف على ايفيدنس وكويسه هي التريبتان يعني. ومنه طبعا انواع كتير، الجلوتامين ممكن يستخدم اذا كان التريبتان غير فعال مش جايب نتيجه، بس هو مشكلته انه له سايد افكت اكتر. اهم سايد افكت للارجوتامين ايه؟ كان بيقول بيعمل ريباوند هيدك تقريبا. هم كلهم بيعملوا كل الحاجات الابورتو دي بتعمل، خصوصا طبعا النون استرويدالز يعني، لو استخدمتها لفتره طويله ممكن تعمل ريباوند. انما الارجوتامين بيبقى كمان بيعمل نوزيا، سيفير نوزيا وفوميتنج، هو اصلا البيشنت بتاع الميجرين بيشتكي من الموضوع ده، فانا لما اديله دراج بيعملها بتبقى بتخليني مش عايز استخدمه في البدايه. بس هو فعلا مظبوط يعني، طبعا النون ستيرويد اللي بتتجرب وبنستخدمها يعني، بس هي فعلا الافكتفنس بتاعها مش قد كده يعني. عشان كده حتى الدراجز اللي في السوق كلها تلاقي كومباينيشن بين نون ستيرويد وارجوتامينز وبتحط عليها كافيين، عشان هو لوحده كده ما بيبقاش كافي يعني. تمام. على السؤال اللي بعده. فيميل بيشنت 34 سنة جاية برضه فولو أب للهيدك، وعندها كان عندها الهيدك دي من 5 شهور فاتوا، وبتبدأ عند البيز فيرنيك ورابنج أراوند هيد، وصف الديستريبيوشن يعني بتاع الهيدك، والبين كونسيستنت وباي لاترال وبيستمر طول اليوم إذا ما خدتش نون ستيرويدال، ما فيش معاه فوتوفوبيا، ما فيش معاه نوزيا فوميتنج، بتاخد ايبوبروفين عشان يعمل ريليف للبين على الاقل 3 مرات في الاسبوع، وبتسال عن البروفيلاكتيك، هل في حاجه ممكن استخدمها كبروفيلاكتيك للنوع ده من الهيدكس يعني.
هو ده الأول ده إيه؟ إيه النوع ده من الهيدك؟ التنشن ولا ايه؟ هو اللي التنشن الديستريبيوشن بتاعه بيبقى باند لايك، زي ما باند هي لايك ديستريبيوشن. رابينج اراوند هير هيد، ده بوصف البيشنت يعني. ده التنشن. دي مميزة للتنشن خصوصا ان مفيش معاها الحاجات التانية، الفوتوفوبيا النوزيا، ولو ان احنا قلنا الميجرين ممكن الكومون ما يبقاش معاه يعني، بس احنا اذا لقيناه باند لايك ديستريبيوشن بيتحسن مع النون ستيرويدال برضه لازلنا الميجرين بيحصل معاه كل ده. لكن انا ممكن بقى السؤال هنا، هل انا في التنشن ده ممكن استخدم بروفلاكتيك تريتمنت زي المجرين كده؟ ايه بقى اللي في طول ممكن استخدمه؟ بوتولاين، امتوكسين، امتريبتالاين، توبيراميت، تريبتان، متليبتال. ده الافضل. تمام، هو عشان ده بروفيلاكسيس. انا لو قال لي مثلا ابورتيف تريتمنت هي اصلا بتستخدم نون ستيرويدال وواضح انه جايب معاها نتيجه كويسه يعني، فهو انا بستخدم ده في البروفيلاكسيس اكتر. الاخير ده ايه، حد عارف نوع ايه؟ بوتريبتال ده كلاس ايه يعني من درجة؟ لا ولا مشفتوش قبل كده. هو ده نوع من الأوبيويد. طب لو انا مش هستخدم التراي سايكليك اد بريسنت، ايه الحاجة التانية اللي ممكن استخدمها في البروفيلاكسس؟ بتكلم على التنشن هيديكي، احنا قلنا هناك في البيتا الميجرين بلوكر الميجرين بيتا بلوكرز، انما التنشن هو التنشن هيدي كانوا بيقولوا اكتر الريست والجود سليب وان هو يبعد عن الاسترس في شغله، لان هو سببه اصلا بيبقى ريسير ان هو يعني ان السوشيال افكت بتاعه، ان البيئه المحيطه بالبيشنت هي اللي بتسببه، هي اللي بتعمل الهيدك يعني. كان يعني ملهاش يعني، مش زي هي الميجرين، البيئه مش في الفيسل الضغط يعني، مش والتوتر وقله النوم الحاجات دي هي اللي بتعمله. يعني ليه علاقة بالإرهاق والإجهاد، وعشان كده هو ايوه بيستجيب للنون على عكس ستيرويدال. الحاجات الثانيه. الميجرين مشكلته بتبقى في فاسكولار طبعا، حسب الثيوري المعتمدة أيوة ليه يعني، فده يعني الميكانيزم بتاعهم مختلف. عشان كده هناك البيتا بلوكر ممكن استخدمه كبروفيلاكسس، هنا لا، بستخدم يا اما التراي سايكليك او الاس اس ار اي. هنا ممكن يجيب نتيجه مش ما بيجيبهاش هناك في الميجرين يعني، فعشان كده تحديد نوع الهيديك هو اللي بيفرق معايا بقى في الاختيارات دي. لو انا زي ما قال كده شاكك، ممكن استخدم المتربتلاين او اي تراي سايكليك انتدبريسن تانيه. تمام، السؤال ده كده تمام. يلا ايه السؤال اللي بعده، ميل بيشنت 38 سنة برضه عنده هيدك، والهيدك ده سيفير وانتنس لايك ان ايس بيك ان ماي اي، دي تعبير البيشنت يعني، كانه حاطط قطع التلج في عينه. ذا هيدك بيجين سادنلي ويونيلاترال وبيستمر ساعتين، واسوسيتد ويز راني نوز ووتري اي في الافكتد سايد يعني، دي تيبيكال برضه برزنتيشن. وبيحصل حصل له في خلال الشهرين اللي فاتوا كذا اتاك، بس بين الاتاكس بيبقى فري، سيمتوم فري. ده ده ايه؟ كلاستر هيدك. ايوه كلاسيك، كلاسيك برزنتيشن ميل بيشنت في الايدج جروب دي، ومعاها الراني نوز والوتري اي، دي مميزه ليها. البين بتاعه سيفير جدا، وبيبدا برضه صادنلي مش زي الميجرين يعني، الميجرين ستيجز بيبدأ مثلا بورنينج سيمتومز، علامات تحذيرية، بعد كده الأورا إذا كانت موجودة يعني، بعد كده نوبة الصداع، بعد كده فترة بيحصل له فيها استرخاء كده أو عدم قدرة يعني على أداء الواجبات اليومية، وبعد كده بيروح. الكلاستر هيديك لا، بيبدأ فجأة بشكل مفاجئ يعني، بيبقى فيري سيفير. حتى معظم البيشنت اللي عندهم الكلاستر بيبقى شاكك إنها حاجة
خطيرة يعني، في مشكلة كبيرة. طيب هو بيسأل بقى البيست ابروتش فور بروفلكتيك تريتمنت. بقى هنا احنا اتكلمنا على البروفلكتيك في المجرين وفي التنشن، هنا بالمرة دي على الكلاستر بنستخدم ايه في البروفلاكسس بقى؟ اس اس ار اي، تريبتان، نون ستيرويدال، كالسيوم شانل بلوكر، الجلوتامين. كالسيوم شانل بلوكر. متفقين على الإجابة دي؟ هو الباقيين ممكن يستخدموا. طيب ممكن اس اس ار اي بس بنتكلم مش طبعا هي بورفلكس. كالسيوم بلوكر، هي ال recurrence بتاعها بتاع الاتاك هي اللي بتمنع. كويس، يبقى احنا كده يعني طلعنا بمعلومة بخصوص البروفيلاكسس في الثلاث أنواع من الهيدكس. هنا الكالسيوم شانل بلوكر أفضل، ممكن أستخدم الإس إس آر آي فعلا، ممكن أستخدم حتى التريبتانز. هنا بتكلم على بس دي أبورتيف مش بروفيلاكسس. طب إيه الأبورتيف تريتمنت بتاع الكلاستر هيدك اللي أنا بستخدمه؟ نالوفين. إيه؟ نالوفين بندي نالوفين اللي انا جربته بصراحه ما فيش حاجه بتهديهم غير نالوفين وايه كمان في حاجه مهمه؟ واكسجين. اكسجين ده مهم اذا كان طبعا متاح عندي. انا بدي النالوفيل، ممكن ادي الاكسجين بيحسن يعني بيوقف الاتاك، بس هي مشكله البيشنت ده ان هو بيبقى خايف من ريكرنس لانه بيحصل ريكرنس في وقت قليل، يعني زي ما هو قال في الكيس هنا في خلال شهرين او يعني كابل، احيانا في الانجليزي بيبقى مقصود بيها مده قليله يعني مش لازم كابل يعني اتنين، فبتحصل سفرة للأتاكس في وقت قليل فهو بيبقى خايف من ده وعايز بروفيلاكسس. فهنا أنا الكالسيوم شانل بلوكر بحطها. إيه تحديدا فيهم الكالسيوم شانل بلوكر؟ يعني فيبراميل مثلا، مين في اللي بينه؟ نفربين. آه هو ده الأفضل إذا كنت هجربه. تمام، ليه؟ نيفيدبن يعني مش الفيرابامين مش أني نوع يا الدينتيازم، دكتور فهمي؟ لا النيفيدبين واخواتها يعني. تمام السؤال ده كده. نقول اللي بعده. تمام، لو في حد عنده اي تعليق نقول يعني قبل ما نخش في تمام. تمام يا دكتور. في ميل بيشنت 33 سنة برضه عندها هيدك، الهيدك ده حصل في بدأ في خلال 5 شهور وبيزيد في الفريكونسي. الهيدك ده ممكن يستمر من ساعة لعدة أيام، وبيحصل حاليا من 5 ل10 مرات في الشهر، وملوش علاقة بالمستروال سايكل، والهيديك باي لاترال، والبين بتوصفه كأنه بريجر الراوند الفورهيد، ما بيحصلش معاه نوزيا ولا مشكلة مع الساوند يعني في السنسيتيفيتي، ولا بس معاه سنسيتيفيتي لللايت. مع الاكزامينيشن ما فيش نيورولوجيكال ديفيسيت، ده جزء مهم يعني عشان استبعد الحاجات الاورجانيك. هو في الاول ده ايه النوع ده من الهيدكس يعني عشان نشوف اللي بعده. تنشن هيدك شخصناها ايه طيب يعني بناء على ايه؟ تنشن هو بند لايك في حوالين دماغها اهوت كويس. تمام، وبيزيد ومعهوش أعراض شديدة غير بس اللي هو الفوتوفوبيا مش وهي معانا. اه الإيدج ده بتبقى يعني هي أكيد أم مثلا وقاعدة مع أولادها طول اليوم فده اللي بيعمل الهيدك أكيد هو يعني على الهيدكس كل الإيدج عموما اللي يعني هي كومن فيه في الفيميل.
صح تمام. بس هي مشكلتي هنا في الحاله دي انه برغم ان السيمتومز يعني مفيش فيها فعلا حاجه خطيره، بس انا مشكلتي ان انا معيش ديفينيتيف دايجنوزس. فهو بيسال بقى هنا انا هستعمل طريقه الابروتش بقى، يعني انا هعمل ايه مع البيشنت دي؟ اديها تريبتان عشان ابورت في سيرابي لو انا كنت مشخصها ميجرين يعني، ولا ادي النون ستيرويدال واعمل فولو اب اذا ما اتحقق ما فيش تحسن ابدا اشوف اسباب اخرى، ولا اعمل بلاد وورك عشان اشوف لو في سكندري كوز في الوقت الحالي يعني، ولا اعمل سي تي او ام ار اي برين. سي تي او ام ار اي لو انا لقيت حاجه ريد فلاج، فاحنا عشان كده ناقشنا الحالات هي فيها ريد فلاجز. لا كويس، يبقى انا هختار بناء على ده. ايه بقى؟ ونبدأ بإن سيد الأول وبعدين نفولو أب، لأن التنشن هيدك مش حاجة خطيرة يعني. انا مش لاقي اصلا حاجه ريد فلاج، فمش مش هروح اعمل يعني فول ورك اب الا اذا لقيت، وصلنا في ميل بيشنت في الايج جروب بتاع الكومون انه يحصل فيه هيدك. هو هنا قال لي مش ريليتد للمنسترال سايكل، فيعني ممكن يخليني ايه اشك شويه، بس من الوصف بتاع ان هو بريجر اراوند هير فور هيد مفيش معايا نيورولوجيكال ديفيسز، وده الجزء المهم كمان عشان مفيش الكلاسيك سيمتومز بتاع الميجرين. يعني مش هفكر في التريبتان دلوقتي، انا هبدا بالنون ستيرويدال عشان هو حتى لو ميجرين انا هشوف لو الاستجابه بتاعته ضعيفه ممكن ساعتها اعمل ري دايجنوزس. يعني احنا متفقين على الاجابه دي طبعا. تمام، تمام. ده كان اخر سؤال في المجموعه بتاع البرتست، يعني هي مجموعه اخترناها بشكل عشوائي كده. لو في أي ملاحظة على الأسئلة دي ممكن نناقشها يعني قبل ما نقفل الميتنج. وهي دي اللي يعني كانت متكررة في الأسئلة بتاعت السنين اللي قبل كده، كانت هي الأسئلة دي برضه، فين بقى؟ بيركز على الدراج وعلى نوع ال الهيدك، يعني يعني كويس. الأسئلة الأكتر ليه غطت موضوع التريتمنت الهيدك يعني؟ والبيست تريتمنت. تمام. جزاك الله خيرا والله يا دكتور محمد، ربنا يبارك. رب كتر خيرك على الحضور والاهتمام. طب لو حبيتوا نكمل بعد كده إيه؟ نكمل نيورولوجي ولا عايز برانش تاني؟ عادي، ممكن نخلص البرانش يا دكتور طالما بدأناه. يعني نكمل أسئلة. طيب أنا هحاول برضه أجيب أسئلة متنوعة كده من كذا سورس عشان ما نغطي يا معظم ريت يا الموضوعات. دكتور. خلاص تمام، متشكرين جدا على الحضور. تسلم يا دكتور، معلش تعبنا حضرتك معايا. الله يبارك في حضرتك، كتر ألف خير. إن شاء الله يعني في الغالب طالما إحنا عملنا التصويت على أيام الجمعة والسبت، في الغالب هتبقى هي دي الأيام اللي هنلتقي فيها إن شاء الله. يعني إن شاء الله إن شاء الله هنتابع مع حضرتك دايما. كتر خير، ألف سلامة. مع السلامة.